هاي الأكلة لبنانية شامية أردنية. الأساسي أكلة لبنانية اسمها شيخ المحشي. في ناس هون بيقولوا لها مسقع، اللي هي المسقعة. مسقعة الباذنجان غير شيخ المحشي. هيدي بنسميها بس نشوفها. أنتوا بتحطوا لها بطاطا، بتحطوا لها طماطم. لا هي هاي مظبوطة، بيتقدم حتى رز شرقي مع شعيرية الفرم السر. هيدي شيخ المحشي. إن شاء الله بنسوي مسقعة أو مسقعة مع بعض كرمال رمضان. Let's do it.